استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أعضاء المجلس الأعلى للشباب الذي تم تعيينه مؤخرا بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية. حضر لمقابلة السيد الحسين ولي الناجي مستشار برئاسة الجمهورية. هذا وأدلى السيد المرابط والعيسى بابا عضو المجلس الأعلى للشباب بعيد هذا اللقاء بالتصريح التالي. كنا في لقاء فخامة رئاسة الجمهورية في إطار المجلس الأعلى للشباب وفي إطار الانطلاقة الرسمية للمجلس الأعلى للشباب، وكان لقاء وديا حيث استعرضنا المسطرة التي سوف نتعرض لها لاحقا في إطار المجلس الأعلى للشباب الذي يعول عليه الشباب الموريتاني بشكل عام، وفي إطار وكان هذا اللقاء مهما حيث تمحورنا حول الخطوط العريضة وحول كل الأمور المتعلقة بالمجلس الأعلى للشباب الذي هو لجميع الشباب ولتمكين الشباب ولخلق فرص للشباب ككون القوة الفاعلة في المجتمع الموريتاني، ولأنه الطاقة المتجددة، ولأنه هو البوصلة التي من خلالها بوسعنا أن نحقق نجاحا كبيرا في كل الأسقاء، سواء من ناحية مكافحة التطرف وإيجاد فرص للعمل، وأيضا في إطار التكوين الفعال ودمج الشباب في مختلف أنحاء الحياة.